Le problème de l'Algérie, c'est les pieds blancs avec leurs apôtres. Alors le problème, c'est l'Algérie. C'est le système néocolonial installé en Algérie à l'aube de 1962 jusqu'à présent qui dirige l'Algérie. تتغير الأسماء تتغير الشخصيات ونفس النظام القائم المتسلط الاستعماري متحكم في الجزائر وفي الشعب الجزائري. هذه حقيقة ولات ملموسة وما راهيش من صنع الخيال، حقيقة ملموسة. Monsieur Rahmani, comment se fait-il que avant, il y a quelques années, pourtant ce système a toujours existé, les gens savaient, que personne n'en parle. Comment ça se fait que maintenant, on ose dire clairement, les pieds blancs, c'est en fait des colons qui sont restés en Algérie? Ben, parce que استقلال الجزائر تعتبر الجزائر فتية من ناحية الاستقلال، لأنه عندنا 57 سنة نوعا ما استقلال سوري. المرحلة الأولى كانت مرحلة ديكتاتورية عضوض، كانت مرحلة بومدين اللي يحل فمو يطير راسو، حتى ما تحلش فمو كي تنمي يطير دماغك. المرحلة اللي جات وراها مرحلة نوعا ما فيها شوية انفتاح مع شادلي، لكن انفتاح خادع أو مخادع، لأنه الناس اتجهت إلى تحسين الظروف المعيشية، أعطاهم حاجة مزيفة سموها لهم الديمقراطية. وجات العشرية السوداء. في العشرية السوداء تمكنوا لي بيي بلون والمافيا المسلطة على الجزائر أنها قضت على واحد الطبقة نتاع المثقفين اللي كانوا يشكلوا نوعا ما خطر على المصالح نتاع الاستعمار في الجزائر. لأنها طبقة قرأت في السبعينات، لحقت للمناصب في الثمانينات، واكتسبت خبرة وحنكة وتجربة في التسعينات. ما كانش لازم هاد الناس يوصلوا. يفالي ان الكتروشوك. الكتروشوك سيتي لي زاني 90. مي هادي اوني با لا بور ديسيكي تو سا. نرجعوا له غدوة بعد ما نفوتوا المرحلة الانتقالية في الجزائر ونقيموا الدولة العادلة القانونية، نفتحوا كل هاد الملفات باش الشعب يفهم باللي ثورة 54 ما زالت متواصلة إلى يومنا هذا. لأنها عمرها ما خلصت، عطلت واستبدل الاستعمار الكلاسيكي بالاستعمار الحديث، لكن الآن الثورة الحقيقية هي لتحرير الجزائر من كل أنواع الاستعمار واسترجاع السيادة إلى الشعب وإلى الكفاءات الوطنية وإقامة الدولة القانونية. donc on peut parce qu'il y a des questions qui disent comment peut-on se débarrasser de ces harkis الدولة القانونية، l'état de droit. L'état de droit. Comme ça tout le monde sera au même pied d'égal. C'est l'état de droit. لما نقيم الدولة القانونية فكل الجزائريين حتى أخبة الجزائريين راح يتلزم عليهم الأمر أنهم يتماشوا مع القانون. في الحالة هذه نقضيوا على الضرر تاع كل الجراثيم اللي عايشة في وسط الجزائر. Monsieur Rahmani, on va voir bon bien sûr les événements d'hier et d'avant-hier. Bien qu'on a vu Doubeble électronique, Facebook, où ils sont depuis hier, c'est la guerre des Doubeble électroniques. L'invasion, on va dire l'invasion des Doubeble. Bah, c'est normal. Ils sont bien payés, hein, parce que c'est. Non, ils sont bien payés parce que maintenant c'est autre chose. Doubeble électronique, là, les tenues sont de Doubeble. Il y a Sharikat. متوسطة الحجم تتعامل مع الإمارات، مع السعودية، مع كثير من الدول الغربية. الدور نتاعها هي سكون ابل فير ان بريسينغ سو لو بلان ميدياتيك دي ريزو سوسيو. يقدروا الابيض يرجعوا لك كحل ولا كحل يرجعوا لك ابيض. وي مسيو رحماني، يا الدوباب الالكتروني حسب ثقافة الشعب، حسب درجة وعي الشعب تكون المهمة تاعهم سهلة ام صعبة. Il y a même la télé algérienne, M. Rahmani. Mais Doubaba Kbira. Doubaba, yani le slogan, le chab, je sais, Eric, il croche tous les vendredis ou mardis, il dit que le chab, khawa, khawa, ou le gaïd salah, ma'al khawana, rdouha autrement, alors que hfoudnaha par cœur. Rdouha, le chab, ou. Burka, هاد لي ميديا والاذاعات والاذاعه الجزائريه قلنا هادو ذباب كبير، هادو ماس ميديا منحاز الى العصابه المتسلطه على الجزائر. كاين ناس تساءلت وناس يعني حطت دي بوست في فيسبوك اكسترا اكسترا.
اولا الناس اللي تطلب الرحمه لقايد صالح عندها الحق، والناس اللي ما طلبلوش الرحمه عندها الحق، وانا من الجماعه الثانيه، انا ما طلبلوش الرحمه، لكن حب ربي يرحمه يرحمه، ما حب ما يرحموش ما يرحموش. لكن نجاوب بعض الاخطاء والاغلاط لبعض الناس اللي يحضروا على وسائل التواصل الاجتماعي حتى رواحهم فاهمين. قال لك كيفاش انتقلت السلطة اكسترا. اولا ماذا بيا نوضح انه نظام الخدمة في الجيش، يعني لو ريغلومون دو سيرفيس دون لارمي، يحدد بطريقة دقيقة من يتولى المهام عند عدم قدرة القائد أو استحالة أن القائد أو وفاة القائد. فالأمر يؤول إلى الأعلى رتبة، وإن كانت رتبتين متكافئتين فإلى الأقدمية في الرتبة، وإذا كانت نفس الأقدمية إلى أعلى مهمة بين الرتبتين. واحد القائد صالح توفى حسب المعلومات على 5 تاع الصباح، على 10 عندنا قائد أركان بارانتيريم،